الله خلق الإنسان بهرمونات في جسمه تساعده على التأقلم وأخذ الحيض أو الحذر. وعلى عكس الراشدين، آلام الصدر عند الأطفال نادراً ما تكون علامة على مشكلة في القلب. بالانتظام في النوم في هذا الشهر الكريم لابد من المحافظة على عدد ساعات معينة من النوم في الليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك على الجميع. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وأهلا بكم وسهلا في الموسم الثاني من برنامج قلبك في رمضان. نسأل الله أن يكون نفع وفائدة على الجميع، وأن يحظى على إعجابكم والفائدة المستمرة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما عودناكم جمعية القلب السعودية رمضان مبارك على الجميع، تقبل الله منا ومنكم إيصال المعلومة الصحيحة. أهلا بكم وسهلا في الموسم الثاني من برنامج قلبك في رمضان. يأتي رمضان مستمر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما عودناكم جميعا بخير ودية الحريص المبارك على الماضي وإلى شك أن الماضي كان. أهلا بكم وسهلا الجائحة، والحمد لله أن المملكة العربية السعودية وحكومتها الرشيدة تعاملت مع الوضع بشكل من أفضل الأساليب على مستوى العالم يتحاكى به الجميع، وما زلنا في حاجة ماسة إلى تعاون الجميع طبعا حتى تنكشف الغمة كاملة بإذن الله. رمضان شهر عظيم وشهر مبارك يعلمنا كثير من الدروس، من أهمها الإمساك وتقوية الإرادة والعزيمة، خاصة في ما يتعلق بالصحة، بالصحة العامة وصحة القلب. فتقوية الإرادة من أهم قوة الإرادة من أهم الوسائل اللي يستطيع فيها الإنسان الحفاظ على صحته. بلا شك إنه الحفاظ على الصحة وتقوية الصحة القلبية والعامة يحتاج من الإنسان العمل والجهد الكبير من الرياضة والحركة والإمساك عن الأغذية الغير صحية، من المتابعة، من أخذ العلاجات في الوقت الصحيح، الاهتمام بالنظام والنمط الصحي العام. كل هذه الأشياء بلا شك تحتاج من الإنسان بعض الجهد والاهتمام، لكن النتائج المترتبة عليها تجعلها بإذن الله سهلة على الجميع. أحب أن أخذ هذه الفرصة حقيقة وأذكر ببعض النقاط أو العوامل المهمة الرئيسية التي نسعى دائما إلى التذكير بها حتى نحصل على قلب صحي وقوي. وأبدأ بيمكن واحدة من أهمها، هي ليست بالترتيب، لكن أبدأ بأهمية الحركة، أهمية الحركة الدائمة، الرياضة، مزاولة الرياضة المتوسطة، ليست الرياضة الشديدة ولا الخفيفة، الرياضة المتوسطة المستمرة على الأقل 150 دقيقة في الأسبوع، ما يعادل 30 دقيقة يوميا لمدة 5 أيام في الأسبوع،
من الحركة المتوسطة، سواء المشي السريع، السباحة، لعب الكرة. هذه الأمور تحافظ بإذن الله على صحة القلب وتقلل من مخاطر أمراض القلب. النقطة الثانية اللي أؤكد عليها هي الحرص على الاكتشاف المبكر وعلاج الأمراض الرئيسية التي تؤدي إلى أمراض القلب، من أهمها السكري. للأسف مرض السكري ينتشر في المملكة بشكل كبير ويتزايد مع الوقت بسبب الجينات وبسبب طبيعة الحياة، ويعتبر من أهم أمراض وأسباب أمراض القلب، سواء تضيق الشرايين أو ضعف عضلة القلب والجلطات القلبية والدماغية. فالمحافظة والحرص على علاج مرض السكري بشكل قوي وبشكل دقيق ومتابعة دقيقة وحرص على العلاج مهم جدا. المرض الثاني اللي لابد من المحافظة عليه وعلاجه، وهو مرض ارتفاع ضغط الدم. لابد من الاهتمام بهذا المرض. الكثير من الناس للأسف يعتقد أنه بما أنه ما عندي أعراض معناه أنه ما في مشكلة، ممكن الضغط يكون مرتفع، ممكن يكون 150-160، لكن بما أنه ما في أعراض فهذا لن يؤدي إلى مشاكل. غير صحيح. الدراسات كلها تؤكد أنه كل ما زاد الضغط عن 130 في الانقباضي و80 في الانبساطي تزيد الخطورة وتزيد مشاكل أمراض القلب حتى ولو لم يكن هناك أعراض. النقطة الثالثة اللي أحب أؤكد عليها ومن المهم جدا أن نحرص على التذكير بها هي التدخين. للأسف التدخين ينتشر بشكل كبير ويبدأ من سن صغير، وكلما زادت مدة التدخين زادت مشاكل أمراض القلب. فلا بد من أن نزيد من وعي بمشاكل التدخين ومضاعفاته، ويشمل ذلك الأنواع الجديدة من التدخين الإلكتروني والفيبس، وهذه الأمور كلها تشمل خطورة لأمراض القلب، ولا بد من التوعية والتذكير بها وتقليلها والامتناع عنها بقدر الإمكان. النقطة الخامسة يعني ولا تقل عن البقية أهمية هي الكوليسترول. للأسف يشيع كثير من الإشاعات عن الكوليسترول وعن عدم أهمية الكوليسترول أو عدم دوره في أمراض القلب، وهذا غير صحيح. وثابت علميا أن الكوليسترول من الأسباب الرئيسية في تصلب الشرايين وتضيق الشرايين والجلطات القلبية والدماغية، ولا بد من اكتشافها في وقت مناسب وعلاجها. وبلا شك أنه لا يحتاج الجميع أن يعالج الكوليسترول أو يأخذ أدوية كوليسترول. يعتمد على مستوى الكوليسترول نفسه وعلى وجود أمراض أخرى تحتاج إلى إنزال مستوى الكوليسترول إلى أقل قدر ممكن، خاصة لو هناك أمراض أخرى زي السكري والضغط وأمراض القلب أو في بعض حالات الكوليسترول الوراثي. فهذه العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى أمراض القلب، وإذا حرصنا عليها بقدر الإمكان وحافظنا عليها فهي تساعد إن شاء الله على تقليل من مشاكل أمراض القلب. وفرصة حقيقة في رمضان مع الصيام، كثير من الناس الآن يتجهون إلى الصيام المتقطع كنوع من العلاج ونوع من طرق إنزال الوزن، وهذا في ديننا من السابق علمنا إياه رمضان. كذلك الحركة والرياضة، مع أنه من الإمكان أنه الإنسان يتحرك ويمارس الرياضة في خلال اليوم كله، ننصح أن يكون ربما أفضل وأكثر أماناً بعد الإفطار حتى لا يحصل في خلال النهار
جفاف أو نزول في الضغط أو نزول في مستوى السكري. هذه يعني ملخص لبعض النقاط المهمة، ونتجه الآن إلى أخذ بعض الأسئلة التي عرضتموها أو أرسلتموها، وإمكانكم أيضا إرسال أسئلة على الـ Q&A اللي هو الأسئلة والأجوبة إذا أحببتم إرسالها الآن. لو ممكن طيب، هذا سؤال مهم جدا حقيقة، لأنه تختلط أعراض النوبات القلبية بكثير من الأمراض. العرض التقليدي الكلاسيك اللي هو الأساسي لو يحصل فهو غالبا من القلب هو الثقل وألم شديد في وسط الصدر، ينتقل أحيانا إلى الكتف أو الذراع الأيسر أو إلى الحلق ويستمر حقيقة غالبا مع الجهد ويختفي مع الراحة، لكن قد يستمر حتى مع الراحة، وقتها تكون فعلا الاحتمالية الأكبر أنها تكون نوبة قلبية أو جلطات قلبية. هناك يعني أعراض أخرى قد تصاحب مثل الخفقان، ضربات القلب السريعة، التعرق، الغثيان، التطريش، هذه الأشياء كلها قد تصاحبها. لكن إذا فقط تعرق أطراف ويحدث عند بعض الناس مثلا عند التعرض للبرد أو للحر، بعض الضربات السريعة الزائدة بدون آلام، فقد تكون بسبب أسباب أخرى. قد يكون هذا من بسبب مشاكل في الغدة الدرقية مثلا، أو مشاكل فقر دم، أو نقص بعض الفيتامينات والمعادن في الجسم، فليس بالضرورة. لكن أحب أؤكد وأنوه أنه خاصة في مرضى السكري وكبار السن وكذلك النساء، فإن الأعراض ليست دائما أعراض ثابتة وتقليدية، فقد تأتي النوبات القلبية بأعراض أخرى مثل ضيقة نفس أو ثقل في الصدر أو دوار أو مثلا غثيان واستفراغ. هذه كلها قد تكون علامات لنوبات قلبية في كثير من الأشخاص بدون الأعراض التقليدية. فأي شخص عنده مثلا سكري أو ضغط أو كبير في السن أو عنده تاريخ عائلي قوي لا وتأتي هذه الأعراض، لابد من الفحص المبكر، بل قد يحتاج أن يذهب مباشرة إلى الطوارئ للتأكد، لعمل التخطيط وإنزيمات القلب للتأكد أنها ليست نوبة قلبية أو أزمة قلبية. واللي تتكرر عليه أعراض غير تقليدية، أعراض زي ما تفضلت مثلا نبضات سريعة أو دوار أو ضيقة نفس، كذلك يفضل أن يراجع الطبيب المختص حتى يعمل الفحوصات اللازمة ويتأكد أنها ليست بسبب القلب. قد تكون طبعا من المعدة، قد تكون من الارتجاع، قد يكون التهاب رئوي، قد يكون آلام عضلية، بلا شك أنها قد تأتي أنه أمور أخرى قد تسبب أعراض مشابهة، لكن لخطورة الأعراض القلبية لابد من استبعادها في أقرب فرصة ممكن. السؤال الثاني، ويعتمد طبعا على خليني أبدأ بأدوية الضغط.
عادة ننصح بأنه الأدوية اللي تأخذ في الصباح تأخذ مع الفطور، والأدوية تأخذ في المساء تأخذ مع السحور. فإذا كانت هناك مثلا أدوية ضغط التي فيها مدرات للبول، الأفضل أخذها في أول الليل مع الفطور عشان ما تسبب جفاف في خلال النهار. بوجه عام أدوية الضغط تعمل أفضل إذا أخذت قبل النوم في خلال السنة، فبالتالي إذا ما كان فيها مدرات يمكن أخذها بعد السحور أو قبل النوم حتى تعمل خلال اليوم كله بإذن الله. أدوية السكري كذلك، فأدوية السكري أغلبها تأخذ بعد الوجبة مثل المنظم، فتأخذ بعد الفطور أو بعد السحور. بعضها يؤخذ قبل الوجبة، أو مثلا إذا كانت إنسولين فيتأخذ قبل الأكل سواء كان فطور أو سحور. لابد من تطبيق نفس حاجة الدواء وتوقيت الدواء في اليوم العادي مثل في رمضان، لكن لابد من الانتباه للجرعات. أحيانا جرعات السكر، فبعض الناس إذا ما يأكل بشكل منتظم أو جيد في ليالي رمضان يحصل له هبوط في السكر خلال النهار، فلا بد من ربما تغيير الجرعة. وأنا أنصح حقيقة مرضى الضغط والسكر دائما بالتأكد من أطبائهم قبل الصيام قبل رمضان حتى التأكد من الجرعات والأوقات والتأكد من أن الأمور منتظمة حقيقة، الضغط منتظم. فإحنا يعني بوجه عام لا نمنع مرض الضغط أو السكري من الصيام، لكن اللي ضغطه غير منتظم بشكل كبير، ارتفاعات شديدة أو انخفاضات شديدة، أو سكره غير منتظم متذبذب وتحدث لديه كثير من الانخفاضات، قد يطلب منه عدم الصيام أو الإفطار أو تعديل أوقات الجرعات أو أوقات الأدوية أو جرعاتها حتى لا تحدث أي مضاعفات بإذن الله. السؤال الثالث دكتور، أعاني شخص يسأل أعاني من زيادة اضطرابات الغدة الدرقية وأخذ الأدوية أدوية الضغط المرتفع أيضا، وهل هناك سؤاله هنا، هل هذا يمثل تعارض مع أدوية الضغط؟ إنه يأخذ غدة درقية مع أدوية الضغط المرتفع. ممتاز. لا طبعا ما في أي تعارض بين أدوية الغدة الدرقية وأدوية الضغط، وقد يكون عدم انتظام الغدة الدرقية أحيانا سبب في ارتفاع الضغط، فإذا تعدلت أو انتظمت الغدة الدرقية انتظم معها الضغط، لكن ليس هناك أي تعارض. لكن من المهم جدا التذكير هنا بأنه دواء الغدة الدرقية بالذات لابد من أخذه على معدة فارغة وعلى الأقل نصف ساعة قبل أي أكل أو شرب في خلال السنة كلها. وبالتالي في رمضان قد يكون من الأنسب أخذ دواء الغدة الدرقية قبل السحور على معدة فارغة، يكون الشخص ما أكل لساعات، وقبل السحور بنصف ساعة إلى ساعة يأخذ دواء الغدة الدرقية. يفضل عدم أخذه مع أدوية أخرى، لكن ليس تعارض مباشر، لكن عدم أخذ دواء الغدة الدرقية مع أدوية أخرى حتى تمتص. هذه مهمة جدا في أخذ دواء الغدة الدرقية. سؤال آخر. أي أسئلة؟ سؤال آخر دكتور من سائل، يقول لدي خلل في صمامات القلب، هل ينصح باحتياطات خاصة في شهر رمضان؟ يعتمد طبعا على درجة الخلل وما هو نوعية الخلل. الصمامات قد تصاب بتضيق أو بارتجاع، إذا كان التضيق أو الارتجاع خفيف فإن شاء الله ما في أي احتياطات خاصة ويكون الصيام سهل بإذن الله. لكن إذا كان هناك ارتجاع شديد أو تضيق شديد في الصمام فيعتمد على وضع المريض، على ضغطه، على قوة عضلة القلب،
على وجود سوائل أو احتقان في الجسم أو لا. من المهم جدا أيضا معرفة إذا كان مع هذا الخلل في الصمام رجفان أذيني ويأخذ الشخص مسيلات للدم. من المهم معرفة هذه الأشياء، لكن إذا كان خلل بسيط مجرد ارتجاع خفيف أو تضيق بسيط إن شاء الله فليس هناك احتياطات خاصة له. سؤال آخر أيضا يقول: أستعمل مسيلات للتجلط، ما هو الوقت المناسب لأخذ الدواء في شهر رمضان؟ ممتاز، هذا السؤال مهم جدا، لأنه كذلك يعتمد على نوع المسيل. المسيلات أنواع، والأفضل سؤال الطبيب أو الصيدلي الكلينيكي المختص لمعرفة نوعية المسيل. لكن هناك بعض المسيلات لابد تأخذ مع الأكل، وهناك مسيلات لا تأخذ مع الأكل. فإذا كان المسيل الذي تأخذه من النوع الذي يؤخذ مع الأكل، فأحرص أن تأخذه بعد الفطور أو بعد السحور. إذا كان لا يؤخذ مع الأكل ففي المساء بين الاثنين، والمحافظة على التوقيت الثابت كل يوم، بحيث أنه ما يختلف التوقيت يوم بعد يوم. المحافظة عليه يحافظ على السيولة. وإذا كان من النوع الورفرين كمثال الذي يحتاج متابعة تحليل السيولة، فمن الأفضل أنه في خلال شهر رمضان، ربما بعد الأسبوع الأول أو 10 أيام، عمل تحليل سيولة للتأكد من ثبات السيولة وعدم تأثرها، لأن الورفرين حساس جدا للتغير في الأكل وفي التفاعلات اليومية، فلا بد من حرص أنه ما يتغير. لكن المسيلات الأخرى الجديدة التي لا تحتاج إلى متابعة سيولة، ففقط الحرص على أخذها في الموعد المناسب مع الوجبة إذا كانت تأخذ مع الأكل أو من غير الأكل. سائل آخر يقول: أستعمل نوعين من أدوية الضغط المرتفع، ما هي المدة الزمنية الأمثل لاستعمال الدواء؟ ممتاز، نوعين من أدوية الضغط، فهي يعني المهم معرفة إذا كان الدواء يؤخذ مرة في اليوم أو مرتين في اليوم. إذا كان يؤخذ مرة في اليوم فهو الأفضل أخذه قبل النوم زي ما قلنا في خلال السنة، فهذا لأن الأدوية ما تعمل مباشرة، فإذا استيقظ الشخص صباحا كان الدواء في الدم ويعمل خلال اليوم، فالأفضل أخذه قبل النوم، ممكن في رمضان بعد السحور. ومع ذلك نقول إذا الشخص له فترة مستمر على وقت معين فرضا في الصباح وضغطه مستقر على هذا فلا يحتاج التغيير، فهو الضغط استقر على وضع معين. أو إذا كان شخص يقول أنا أنسى بالليل وأتذكره في الصباح أكثر، فالأفضل الثبات على موعد يتذكر فيه دواء باستمرار ولا ينساه حتى يستقر ضغطه ولا يحتاج التغيير كل فترة. حتى لو كانوا نوعين أو أكثر من الأدوية ممكن أخذهم في وقت واحد، ما يمنع، لأنه زي ما قلنا الأدوية ما تشتغل مباشرة. لكن إذا كان يشعر أنه ضغطه ينخفض في فترة بعد أخذ الدواء، ممكن يقسمها إلى فترة صباحية وفترة مسائية حتى يحرص على الضغط، لكن ما في مانع من أخذهم في نفس الوقت قبل النوم. نعم. أيضا سؤال دكتور يقول: أستعمل دواء مضاد للتجلط وارفارين 4 ملي وأكثر من تناول السلطة الخضراء في رمضان، هل هناك تعارض أم ينصح بذلك؟ نعم، زي ما قلنا الورفرين بالذات يتفاعل مع الخضروات والمأكولات الخضراء، وننصح دائما أن المرء اللي يأخذون الورفرين ليس بالامتناع عن أخذ الخضروات، لكن محاولة تثبيتها بقدر الإمكان بحيث أن يكون نفس المستوى
على مدى الشهر أو مدى العام. إذا كان هناك أي تغير في ذلك فقد يحتاج تعديل إلى مستوى الورفرين. عشان كده نقول إذا يستطيع الشخص أنه يعمل تحليل في أقرب فرصة ممكنة خلال تغير نمطه الغذائي حتى يتأكد من استقرار مستوى الورفرين واستقرار مستوى السيولة في الدم وتعديل الجرعة بناء عليها. فإذا كان يأخذ مثلا 4 ميلي جرام وبدأ يأخذ خضروات قد يرتفع أو ينخفض المستوى ويبدأ بتعديل الجرعة حسب إرشادات الطبيب حتى يتعامل مع هذا المستوى. ونؤكد على إذا كان الشخص بيأخذ أشياء خضراء يومية مثلا سلطة أنها تكون بنفس الكمية تقريبا كل يوم بحيث أنه يستقر مستوى الورفرين وجرعته في الدم. أيضا سائل يسأل: أعاني من عدم انتظام ضربات القلب وقمت بتركيب جهاز منظم، هل هناك احتياطات خاصة برمضان؟ إن شاء الله ما في أي احتياطات خاصة، لكن كذلك إذا كان فيه عدم انتظام في الضربات بسبب رجفان أذيني كمثال ويأخذ مسيلات فهو ينطبق عليه نفس اللي قلناه بالنسبة للمسيلات، لكن بالنسبة للجهاز المنظم إن شاء الله ما في أي احتياطات خاصة. سؤال أيضا: أعاني من فشل وظيفي بالقلب وأستعمل أدوية السكر والضغط والكوليسترول، هل هناك احتياطات خاصة في رمضان؟ نعم، عافاك الله. إن شاء الله هذه هي حقيقة رأي الأشخاص، هم أكثر الأشخاص اللي يحتاجون انتباه و يعني مراعاة خاصة. ونؤكد في هذه الحالات المتابعة الدقيقة مع الطبيب وطبيبه من قبل رمضان حتى يتم عمل فحوصات خاصة للتأكد من أن وظيفة القلب مستقرة. هناك بعض الفحوصات مثل البي ان بي تعطينا مؤشر على كفاءة عضلة القلب. وجدت حقيقة مجموعة من المرضى خلال شهر رمضان اللي عندهم ضعف في عضلة القلب نتدارك سوء الحالة ونتدارك وضعهم بمتابعة البي ام بي وعمل فحوصات للتأكد من هذه، أو فحوصات الكلى كمثال حتى لا يحدث جفاف أو تعب خلال رمضان. لكن مهم جدا معرفة مستوى السكر، الضغط، وظيفة القلب، كل هذه الأمور مهمة من قبل حتى الشهر الكريم حتى ننصح المريض بإمكانية الصيام أو صعوبته والمتابعة الدقيقة خلال الشهر لمستوى السكر في الدم حتى لا ينخفض أو يرتفع مستوى الضغط في الدم. يقيس الشخص ضغطه، يأخذ أدويته بالوقت المناسب والصحيح كما هو منصوح فيه، يحافظ على الحركة والرياضة. من المهم جدا لمرضى ضعف عضلة القلب أو وظيفة القلب التأكد من عدم سوء الحالة مثل زيادة ضيقة النفس أو التورمات أو التعب العام، الخفقان. هذه الأشياء إذا زادت في خلال شهر رمضان فلا بد من المراجعة القريبة وعمل الفحص الفحوصات للتأكد من عدم سوء الحالة. وقتها يستطيع الطبيب تحديد إذا كان المريض بإمكانه الاستمرار في الصيام أو يحتاج أنه يفطر حتى تستقر الحالة. سؤال أيضا دكتور: شخص يسأل: تم تركيب لي دعامة دوائية، هل هناك احتياطات خاصة في شهر رمضان؟ ممتاز، سؤال مهم جدا. الدعامة في حد ذاتها إن شاء الله ثابتة وما تحتاج أي احتياطات، لكن الاحتياطات تكون في الأدوية. فمن عند تركيب الدعامات خاصة لما تكون في الأشهر الأولى تحتاج أخذ مسيلات بشكل دقيق جدا وفي أوقاتها، على الأقل نوعين من المسيلات. يحتاج الاستمرار على أدوية الكوليسترول
الأدوية المهدئة للقلب، فهذه الأدوية والمحافظة عليها في أوقاتها هو أهم شيء لمرضى الدعامات في رمضان وفي غير رمضان. لن يختلف مع الصيام غير توقيت الدواء، لكن أخذه باستمرار في نفس التوقيت كل يوم هو أهم شيء إن شاء الله، حتى يتم الصيام إن شاء الله بشكل آمن بإذن الله. وأؤكد على أنه مريض اللي وضعت له دعامة غالبا بسبب مشاكل في شرايين القلب، فلا بد من الحرص والتأكد على استمرارية النمط الصحي، الرياضة، المتابعة، حتى لا يحدث تضيق آخر أو يزداد سوءا أو يحتاج قسطرة مرة أخرى بإذن الله. نعم، شاكرين لك دكتور وليد. هذا الإيميل، الأسئلة وصلتنا عن طريق الإيميل، وإحنا بانتظار أي أسئلة من الأخوان عن طريق تويتر أو عن طريق زوم. إذا عندك أي شيء حاب تضيف، إحنا بقي لنا 15 دقيقة. طيب ممتاز. نعم، أؤكد مرة ثانية على نوعية النمط الحياة والنمط الصحي. البعض يعتقد أنه من الصعب جدا التقيد والانتظام على نمط حياة صحي بما فيه الغذاء والحركة، وهناك أمثلة كثيرة الحمد لله من الأشخاص اللي استطاعوا أنه يغير من أسلوب حياته بحيث أنه يكون منتظم بشكل كبير. بلا شك يعني أنه الوضع الاجتماعي أو الضغوط الاجتماعية، سواء كانت عدم وجود الوقت الكافي بسبب العمل الشديد والأوقات الطويلة في العمل، المناسبات الاجتماعية المتكررة التي تحتاج إلى طرق معينة وطقوس معينة، سواء في الأكل أو في الشرب. كثير من الناس، خاصة الذين يعيشون في مناطق حارة وليس لديهم مثلا إمكانية الذهاب إلى الأندية الرياضية، من الصعب إنه يجد الوقت الكافي للرياضة. فهناك طبعا بلا شك إنه المسألة، أعود وأقول إنها ما هي البسيطة جدا، لكنها تسهل على الشخص اللي عنده إرادة واهتمام. فزي ما قلت، في أمثلة كثيرة لأشخاص استطاعوا إنه يغيروا من أسلوب حياتهم بحيث إنه يكون جزء روتيني من اليوم، نصف ساعة في اليوم مشي أو رياضة، اهتمام بنوعية الأكل ومحاولة الأكل الصحي، الذين أقلعوا عن التدخين، محاولة الحفاظ على وزن صحي، محاولة الاهتمام بالاكتشاف المبكر للأمراض سواء كانت سكري أو ضغط أو كوليسترول، لأنها تكثر في مجتمعنا، واللي عنده وراثة لهذه الأشياء فعنده احتمالية أكبر لحصول هذه لديه. فالحرص على أخذ العلاج أو اكتشافه وأخذ العلاج في الوقت الصحيح يساعد كثير على إن شاء الله المحافظة والوقاية من الأمراض. في هناك يمكن واحد من العوامل اللي ما ذكرتها لكنه اكتشف أنه من أهم العوامل حقيقة أو من أعلاها سبباً في أمراض القلب، اللي هو السترس، التوتر العصبي والذهني، القلق والتوتر، هذه من أسباب العالية جداً. وللأسف يعني حياتنا اليومية، سواء كان بسبب أحياناً العمل، أحياناً الظروف الاجتماعية، أحياناً بسبب الفترة الماضية هذه الجائحة، فهذا السترس في حد ذاته يزيد من أمراض القلب. لا يستطيع الشخص التحكم دائما في التوتر، لكن هناك طرق للتقليل من التوتر مثل الرياضة،
مديتيشن، الطرق اللي يستطيع فيها طبعا التواصل، أخذ أوقات الراحة، الاستجمام، هذه الأشياء قد تساعد على تقليل التوتر وتقليل أمراض القرن بإذن الله. الدكتور وليد معنا خالد الباز على الزوم، يشكر جمعية القلب على كل الجهود ويشكرك خاصة. يسأل: لدي والدتي تعاني من ارتجاع شديد في الصمام الميترالي وكذلك رجفان أذيني وضيق في التنفس، عمرها 71 يقول، وصحتها الحمد لله طيبة ما فيها لا سكر ولا ضغط، حاب أنك تنصح والدتها خلال شهر رمضان وطريقة التعامل معها خصوصا بالسن هذا. نعم، فهو يعني الله يعافيها ويخليها لكم إن شاء الله، وشاكر لكم يعني مدحكم. طبعا هي تؤخذ شخص بشخصه، يعني من الصعب إنه الواحد يحكم على الشخص بدون فحصه ورؤيته. يختلفون الأشخاص، هناك أشخاص في السبعين وما شاء الله صحتهم قوية ويستطيعوا الصيام ولا يكون في تأثر. فإذا كان الصمام المترالي ارتجاع شديد ومع الرجفان الأذيني مسبب ارتفاع في ضغط الرئة كمثال، أو مسبب ارتشاح للسوائل في الرئة، أو مسبب تورمات في الجسم، هو سبب ضيق التنفس مع هذا العمر، ما أعرف طبعا مستوى الكلى لديها، إذا كان عندها فقر الدم، إذا كان عندها أمور أخرى، فإذا كان فعلا الوضع الصحي لها هو اللي مسبب لها هذا التعب، فقد يضرها الصيام، وفي بعض الحالات ننصح المريض بعدم الصيام في هذه الحالات. لكن إذا كان زي ما قلت لك إنه الارتجاع ما هو سبب ضيق النفس، ما في ارتفاع ضغط الرئة، ما في سوائل الكلى مستقرة، الوضع العام صحي، فقد إنها تصوم. ومع ذلك مثل هذا الأشخاص أنا أنصحهم إنه لو أصر على الصيام إنه يكون في إعادة للتحاليل في أقرب فرصة بعد بداية الصيام، مثلا بعد 3-4 أيام أسبوع، للتأكد من استقرار الوضع العام، استقرار الكلى، السوائل الجسم، وما في زيادة في الأعراض وضيق النفس، وبالتالي يمكن الشخص أنه يكمل. وأحيانا تكون مثلا أيام وأيام بقدر الإمكان وبقدر الاستطاعة، يعتمد كثير زي ما قلت على الصورة العامة للشخص، وهل التعب هو بسبب المرض أو لا. شاكرين لك دكتور وليد. بقي معنا 5 دقائق على نهاية الحلقة، إذا حاب تختم بأي شيء تفضل. طيب، في سؤال جاء على الـ Q&A: أعاني من عيب خلقي، وطبعا خلقي بالصمام الميترالي، أخذ إندكاردين 10 دائما، أخاف من ممارسة الرياضة خصوصا الكارديو، أخاف على قلبي، صح فعلي أو لا؟ إن شاء الله أنه مو صحيح، يعتمد طبعا مرة ثانية أقول على يعني مدى تأثر الصمام لديك، فقد يكون التشوه الخلقي اللي موجود في الصمام مجرد رخاوة في الصمام، فهذا ما ليس بالشيء الخطير، وليس لديه أي تأثير إن شاء الله على المدى البعيد. والدواء اللي تأخذه هو مهدئ للنبضات في أغلب الأوقات، فالرياضة المتوسطة لا تضر إن شاء الله. متى نمنعها؟ إذا كان في تضيق شديد في الصمام الميترالي، لكن الارتجاع المتوسط، التضيق المتوسط، عمل الرياضة المتوسطة مثل المشي السريع أو الهرولة أو السباحة لن تؤثر بإذن الله ولن تضر. ومع ذلك أؤكد على تأكد من طبيبك اللي شخصك أو لشخصك
الأخت غدير بمعرفة مدى تضرر الصمام وهل يناسبه الجهد أو لا. بلا شك أن هناك بعض التشوهات الخلقية ودرجاتها نمنعهم من ممارسة الرياضة العنيفة، لكن عادة الرياضة الخفيفة والمتوسطة لا تمنع بإذن الله. طيب ممتاز، الحمد لله، كانت حلقة موفقة وسعدنا جدا بلقائكم وأخذ أسئلتكم، وبداية إن شاء الله طيبة لشهر كريم، وستكون هذه الحلقات إن شاء الله يوميا في خلال شهر رمضان مع طبيب آخر كل يوم في تخصصات مختلفة حتى يناقش ويتجاوب مع أسئلتكم بإذن الله. مرة أخرى أشكر لكم الحضور، كل عام أنتم بخير وشهركم مبارك. كان معكم دكتور وليد الحبيب استشاري أمراض القلب القصور القلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خلق الإنسان بهرمونات في جسمه تساعده على التأقلم وأخذ الحيض أو الحذر. وعلى عكس الراشدين، آلام الصدر عند الأطفال نادراً ما تكون علامة على مشكلة في القلب. بالانتظام في النوم في هذا الشهر الكريم لابد من المحافظة على عدد ساعات معينة من النوم في الليل.